انظر إلى واقعك بعين الرضا ولا تقسو على نفسك. ورد في بعض الآثار: نفسك مطيتك فارفق بها. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تنظر إلى نموذج يصعب الوصول إليه ثم تشعر بالإحباط المستمر. نفسك مطيتك فارفق به، انظر إلى واقعك بعين الرضا، لا تقسو على نفسك، إن لنفسك عليك حقا. أيها الإخوة، لا يعني هذا أن تستسلم للمقلقات، ينبغي أن يكون لك طموح، كما قال عمر بن عبد العزيز: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. لا بد لك من آمال. هذا الذي يقتل الآمال يقتل الإنسان. الإنسان يعيش بأمل، لا تقلق على المستقبل، إنه بيد الله، والله عز وجل لا يضيع المؤمنين. اسمع الأخبار واقرأ التحليلات وابحث وادرس، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود وأن الله بيده الأمر، إليه يرجع الأمر كله، وأنه لن يضيع المؤمنين لكنه يمتحنهم، لن يضيع المؤمنين لكنه يعالجهم، لن يضيع المؤمنين لكنه يدفعهم إلى الطريق الصحيح. أيها الإخوة، كل إنسان ينبغي أن يكون له أمل. الأمل يحرك، الأمل يدفع، الأمل يمتص المصيبة. أذكر مرة أنني تحدثت عن سعادة المؤمن، فاعترض معترض وقال: هذا كلام غير صحيح، المؤمن يعاني ما يعانيه الناس جميعا، إن كان في ارتفاع أسعار، إن كان في أزمة سكن. فخطر في بالي مثل: لو أن إنسانا فقيرا معدوما دون الخط الأحمر وعنده أولاد ثمانية ودخله محدود جدا وله قريب يملك مئات الملايين، هو عمه، وعمه ليس له ولد، مات بحادث سير، هذه المئات من الملايين كلها لابن أخيه انتقلت إليه، ولكن إجراءات الإرث وبراءات الذمة تستغرق سنة. لماذا هذا الشاب الفقير المعدوم في هذه السنة هو من أسعد الناس؟ لم يقبض درهما واحدا، ولكنه دخل في الأمل. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما دام الله قد وعد المؤمنين بالجنة وهذه الدنيا تمضي، وقد حدثتكم في خطبة سابقة عن أن الإيمان قوة مطلقة، وكيف أن أصحاب الأخدود حرقوا، وكيف أن ماشطة بنت فرعون ألقيت في الزيت المغلي ولم تنتصر. عد العلماء ثباتها على مبدئها وصحة عقيدتها نصرا مبدئيا. وما كان الله ليضيع إيمانكم